مباشرة في التكامل. أخذنا المحاضرة بنظرة القانون رقم واحد ورقم اثنين. كان القانون رقم واحد عبارة لو عندي عدد ثابت A دي إكس فإنه يساوي تكامل ثابت شو نسوي؟ نضيف له إكس، نضيف له إكس زائدا ثابت تكامل سي. وأخذنا القانون الثاني وقلنا تكامل عدد أس إم، حد أس إم، إكس أس إم، هذا تكامل عبارة عن إيش؟ إيه في إكس أس إم زائد واحد على إم زائد واحد بلس سي، نضيف على الأس واحد ونقسم على نفس الأس. اليوم بنكمل القانون الثالث. القانون الثالث عبارة عن إيش؟ لو عندي دالة مرفوعة الأس مو حد واحد، دالة مرفوعة الأس لازم يكون مشتقة الدالة موجودة داخل التكامل، وإلا ما أقدر أكامل. إذا ما هي موجودة لازم أنا إيش؟ أوجدها بطريقة رياضية صحيحة. وشو عكس هذا في التفاضل؟ تذكرون لما نقول دالة عندي f x اس n وش مشتقتها؟ قلنا y شرطه يساوي مشتقة القوس نضرب الاس في المعامل ناقص الاس واحد في ضرب مشتقة ما بداخل القوس. فهنا وش بنسوي؟ هذه هي اللي راح نكملها هنا. دالة مرفوع الأس، بعد ما نقص منها واحد مرفوع الأس، صح ولا لا؟ خلاص؟ لازم يكون مشتقة هذه الدالة موجودة. وش نسوي؟ نرجعها لحالتها الأصلية اللي هي نضيف على الأس واحد، وبعدين بدل ما نضرب وش نسوي؟ عكس الضرب هو القسمة. إذا الشرط الأساسي هنا وهذه نقطة مهمة. لازم يكون المشتقة موجودة داخل التكامل. إذا ما هي موجودة أحاول إني إيش؟ أوجدها بطريقة رياضية صحيحة بحيث إني ما أأثر على المسألة أو ما أغير في المسألة. تطبيق عندنا الإكسرسايز هذا يقول لك تكامل 2 في إكس 2 إكس زائد 3 أس 3. هذه دالة مرفوعة لأس. علشان اكملها شرط اساسي علشان استخدم القانون التكامل اللي تبعها لازم يكون مشتقة الدالة هذه داخل القوس موجودة. وش هي الدالة اللي داخل القوس؟ هذا اليو اللي فرضناه في القانون. وش مشتقة اليو؟ 2 اكس زائد 1، كم مشتقتها؟ 2 2 يو شرطة 2. إذا كانت موجودة الاثنين هذه سواء في المقدمة أو بعد القوس أو حتى لو قالت التكامل الاثنين حد الثالث ممكن نطلعها حتى برا التكامل. ما دام موجود إذا هذه مباشرة على طول. وش التكامل هذه؟ يساوي تكامل، نشيل علامة التكامل ونكتب علامة يساوي. وش تكاملها؟ ناخذ الدالة دون المشتقة خلاص. لأني لما أرجعها إلى حالتها الأصلية أرجع الدالة ما أرجع المشتقة، صح ولا لا؟ إذا آخذ الدالة نفسها 2 اكس زائد 1 اس 3 ونزيد 1 يصير 4 ونقسم على 4 زائدا سي. اوكي ممكن تكتبها ربع الحاله في الربع طلع الربع واضح؟ بس واضحه هذه؟ نروح واحده ثانيه. لو عندي الدالة مرفوعة الأس 4 إكس ناقص 3 أس 5 نبغى نكاملها. ممتاز أحسنت. بهذه الطريقة ما أقدر أكامل أطبق القانون مباشرة. أحتاج إلى إيش؟ مشتقة ما داخل القوس. إذا هل هو موجود؟ لا. ما هو موجود ما أقدر أطبق القانون مباشرة، لازم أوجد هذه المشتقة.
لازم يصير عندي كم مشتقة هنا؟ 4x ناقص 3 كم مشتقتها؟ 4. لازم يكون هنا عندي 4 سواء هنا أو هنا. من وين نجيب طيب الأربعة؟ كيف نجيبها؟ ها؟ مشتقة ونحطها كذا. غيرت المسألة، شوف بس أنا أبغى أدخل الأربعة هذه بطريقة رياضية صحيحة بغير إني بحيث إني ما أغير في المسألة. نضرب الأربعة بالأس. أيوه. وننقص من الأس واحد. لا، الحين جبت شيء جديد. كيف؟ أنت نضرب الأربعة ممتاز. طيب إذا ضربت الأربعة كيف أسحب الأربعة هذه؟ قسم على الأربعة. الأربعة هذه لما نضربها هنا راح تغير المسألة. جبت مسألة جديدة. كيف اسحب الأربعة منها؟ نقسمها على أربعة، لأن أربعة تقسيم أربعة كم؟ واحد. فكأني ضربت المسألة في واحد ما تغيرت. إذا وش نسوي؟ نسوي طريقة رياضية بحيث إني أوجد المشتقة هذه بدون ما أثر على المسألة. قوس. فيصير إيش؟ قوس. ها؟ نضرب في أربعة. ونقسم على أربعة. ونقسم على أربعة، خلى أربعة لأن عدد ثابت ما يأثر على التكامل، خلى برا عشان توضح لك الصورة. ضربنا فيهم، شوف لسه علامة التكامل، ما وجدنا ناتج التكامل، احنا نضبط في المسألة حتى تصير مطابقة للقانون ونستخدم القانون اللي تبعها، فيصير 4 في 4 اكس ناقص 3 اس 5 الآن استطعت اني ايش؟ اني اضبط المسألة على حسب القانون، هذه الدالة مرفوعة الأس وهذه مشتقة ما بداخل القوس. خلاص؟ الآن وش اسوي؟ أضرب الآن أكامل هذه الربع، لا تنسى أنها راح إيش ينزل، وهذه دائماً يغلطون فيها الطلاب ينسون، نزل الربع بعدين كامل هذه، وش يصير؟ 4 x ناقص 3 أس 6 على 6 زائداً 6. واضح يا شباب؟ واحدة وهذا يعطيك طبعا بسطها هنا وش يساوي؟ يساوي ايش؟ 4 في 6 بكم؟ نضرب المقامين ببعض 4 في 6 24 اذا يصير 1 على 24 4 اكس ناقص 3 اس 6 زائد 6 واحدة ثالثة ايش رايك بالمسألة هذه؟ بسيطة ايش ال وين الدالة الأصلية؟ يعني الدالة اللي مرفوعة الأس هذه اليو أس إم طيب هذه اليو كم مشتقة هذه وشرطة؟ كم مشتقة هذه؟ واحد زائد أربعة اثنين إكس زائد أربعة عامل نقص الأس. طيب الموجود داخل التكامل هل موجود المشتقة حقتها؟ لا. لا اللي هنا تختلف عن المشتقة حقتها. طيب كيف أجعلها 2 إكس زائد 4؟ نضربها في 2. طيب نضرب فيها 2 بس. نضرب فيها 2 ونقسم على 2. إذا هنا عشان أصلح هذه وتصير هذه دالة في مشتقتها لازم أضرب في 2 عشان تصير 2 إكس زائد فيصير قبل ما أوجد ناتج التكامل يصير عندي نضرب فيها 2 ونقسم على 2 فيصير x تربيع زائد 4 x ناقص 1 أس 2 الآن نضرب فيها 2 راح نضربها في القوس هذا 2 x زائد 4 ضربنا فيها 2 وقسمنا على 2 الآن أصبحت هذه الدالة
وهذه مشتقتها مطابقة للقانون مباشرة، ناخذ الدالة نفسها ونضيف على الأس واحد، بس لا ننسى النص اللي برا التكامل، راح ننزله ونضيف على الأس واحد إكس تربيع زائد 4 إكس ناقص واحد أس ثلاثة على ثلاثة زائدا ستة، وهنا يساوي 2 بثلاثة بكم؟ 6 إكس تربيع زائد 4 إكس ناقص واحد أس ثلاثة زائد سي، وهذه هي الحل. طيب أستاذ سؤال، اللي ضربناها في 2 ما قسمناها على 2 هي إكس زائد 2؟ هنا ضربناها في 2، شوف لما ضربناها 2 إكس صارت زائد 4 وقسمنا على 2، هذه الاثنين اللي قسمناها، ضربنا في 2 وقسمنا على 2 زي ما سوينا هنا، ضربنا في 4 وقسمنا على 4. خلاص واضح؟ هذا الفكره اللي في القانون هذه راح تتكرر معنا في الدوال المثلثيه والاسيه واللوغاريتميه لايجاد المشتقه. استاذ صار عندك في الحل الثاني؟ انا مسحت لك، انا قلت لك الداله القانون لما ترجعها الى حالتها الاصليه وش ترجع؟ مشتقه، ترجع الاصل الدالة تزيد على الأس واحد، المشتقة ضرورية وجودها لأن هذه الدالة في حالة إيش؟ هذه مشتقة، ترجعها إلى حالة الأصلية، وش ترجع إلى حالة الأصلية؟ ترجع الدالة الأصلية، فأنت تضيف الأس واحد تقسم على نفس الأس، ما ترجع المشتقة، ترجع الدالة الأصلية، هذه مشتقتها، هذا مشتقة. طيب تكامل الدوال المثلثية، هذا القانون بين مربع عبارة عن تكامل الدوال المثلثية. ها تذكروا التفاضل، الصايم مش كان مشتقته كوساين، في مشتقة الزائد الصايم كان مشتقته كوساين، الآن وش بنسوي؟ تكامل الكوساين نرجعها إلى إذا أول قانون تكامل الكوساين لازم نحطها بلون ثاني، انه لازم يكون مشتقة الزاوية داخل التكامل، لأن لما اشتقيناها اشتقينا الدالة المثلثية في مشتقة الزاوية، الآن برجع مشتقة الدالة المثلثية لما نرجعها إلى حالتها الأصلية، فالحين وش بيجي يصير تكاملها؟ صايم اليو زائدا مشتقة الكوسايد سالب صايد، الحين تكامل الصايد وش يصير؟ شو احنا طلعنا الكوسايد صفر احنا في التكامل، انا اتكلم عن اشتقاق، اشتقاق الكوسايد قلنا مشتقة الصايد كوسايد، الحين كامل الكوسايد رجعت صايد، الحين مشتقة الكوسايد سالب صايد، الحين وش بيصير تكامل؟ ساين ريو دي اكس فمشتقتها وش بيصير تكاملها؟ سالب سالب كوساين ريو زائدا رقم ثلاثة تكامل التان مشتقة التان مش كانت؟ سك تربيع كان سك تربيع، الحين سك تربيع كوتان،
في مشتقة الزاوية لازم تكون تان يساوي تان. الكوتان ايش كان مشتقته؟ سالب كوسك تربيع. ما انتم راجعين. يخبطين والله ست ست مثلا في بسرعة. اذا كوسك تربيع يو في يو شرطة دي اكس. مشتقتها سالب كوتان لما كانت كوتان قصد تكامل اسف كوتان كان مشتقتها كوسك الحين تكامل كوسك تربيع سالب كوتان زائدا سيك. السك مشتقتها سك ضرب سك في تان. الآن نعكسها تكامل السك في تان. في مشتقة الزاوية وش يساوي؟ تكاملها سك اليو زائدا سك. رقم ستة كان الكوسك مشتقته سالب كوسك في كوتان. الحين وش نكامل؟ المشتقة لسالب كوسك في كوتان وش يصير عندي؟ سالب كوسك يو زائدا ماشي يا شباب؟ راح نوجد بعض ناخذ بعض الأمثلة عليها. نفس الحين هنا صار نفس التباطؤ. هم عكسنا تكامل عكس التباطؤ. أخذنا المشتقة وكاملناها صارت إيش؟ رجعناها إلى حالتها الطبيعية. هنا المفروض تكون مشتقة الكوسك سالب مشتقة الكوسك في الكوتان زاوية في الكوتان. ايوه اخذنا كاملناها طبعا السالب ثابت فيطلع الناتج. طيب ناخذ أمثلة عليها بسيطة جزء منها. لو جينا كوساين 4 اكس تكامل كوساين 4 اكس كوساين تكاملها كم؟ لا ساين. طيب نكاملها نحطها ساين ساين 4 اذا ايش يصير؟ ساين 4 اكس زائد سي صح ولا غلط؟ لا ساين 4 اكس في 4 4 ساين. ايوه عبد الله نشتق اللي ده ولا ايوه قبل ما اكامل لازم تكون مشتقة الزاوية موجودة. نعم فاذا ما هي موجودة ما اقدر اكامل بالطريقة هذه. لازم اول شيء اوجد المشتقة بعدين اكامل. فالان غلط. اول شيء اوجد المشتقة
بالطريقة اللي تعلمناها قبل شوية. وش المشتقة حقت الزاوية حقت هذه؟ أربعة. إذا دكاء هذه المشتقة هذه أربعة. صحيح. إذا لازم أروح أضرب في أربعة. أقسم على أربعة. التكامل لا زال موجود لسه ما حليته. كوساين أربعة إكس. الآن أستطيع أن أكامل. بس لا تنسى الأربعة اللي تنزل ربع. الكوساين تكاملها إذا كانت الكوساين المشتقة موجودة تكاملها صاين. صاين الزاوية الأصلية اللي هي 4 إكس زائدا سي. الحين هذا صح. تكامل كوسيك تربيع أول شيء أكامل ولا لازم تكون مشتقة موجودة؟ موجودة مشتقة. 2 إكس تربيع زائد 1 في مشتقتها 4 إكس. هنا إذا أول شيء أحط 4 إكس. طيب كيف عندي موجود كم؟ إكس. إذا وش أحتاج؟ أحتاج إني أضربها في 4 فيصير 4 إكس وأقسم على 4 قبل ما أسوي عملية تكامل. كوسك تربيع 2 اكس تربيع زائد 1 دي اكس. الان كامل وش تكاملها؟ كاملها اكس كوسك تربيع ربع اكس. وش تكامل كوسك تربيع؟ ماينس كوتان. لا احد يحط ماينس كده هذا غلط. اما انك تحطه جوا قوس احنا مضروب او تحطه وين؟ في البدايه لان كلها عمليه ضرب في بعض. لكن حطيتها ربع لان في بعض الطلاب يغلط يحط ربع ناقص فكان يقول لك ربع ناقص هذه الداله وهي كلها مضروبه في بعض فيصير سالب ربع كوتان 2 اكس تربيع زائد 1 زائدا سالب والاكس ماين ها؟ الاكس مشتقة لك ان ترجع الى حالة الاصليه تاخذ الداله الاصليه. واضح شباب؟ واضح. هذه على دوال المثلثية والباقي كل نفس الفكرة تجري على الباقي. صلي ونرجع لأن وقت المغرب معنا في يعني. عاد باقي إلا جزء من الصلاة. ها؟ جزء بسيط بس. هذا بس وقت الصلاة. 5 دقائق وصلي جماعة. واضح يا شباب؟ الآن تكامل إيش الدوال الأسية هذا رقم 4 رقم 5 تكامل من يتذكر القانون حقها؟ تكمل دوال السي نعم مشتقة نحطها هنا. كان عندنا واي يساوي اي اس يو مشتقتها واي شرطة يساوي اي اس يو في يو شرطة في لن ايش؟ والقانون الثاني واي اذا كانت اي الاساس اي اس يو فان هذا ما يحتاج لنا واي شرطه يساوي يو شرطه في اي اس يو الداله الاصليه في مشتقه اس. هذا الان بنعكس القانون وش يحتاج؟ يصير عندي تكامل اي اس يو في يو شرطه دي اكس
يسأل. طيب واحد يقول ليش ما حطيت اللن؟ اللن عدد. اللن عدد وليس عدد. هو مضروب راح يرجع في الناس ايش؟ مقسوم. فيصير الدالة رجعها إلى حالتها الأصلية اللي هي الدالة زي ما هي اي اس يو على لن ايش؟ الأساس زائدا سي. هذا كان مضروب رجع. والقانون الثاني تكامل اي اس يو في يو شرطه دي اكس هذه وش ترجع؟ ترجع اي اس يو نفسها ستة اللي هو آخر شيء تكامل الدوال اللوغاريتمية. كان عندي يهمني اللن، كان عندي واي يساوي لن اليو وش طبقتها واي شرطة يو شرطة على الدالة الأصلية دي. كان اللوك تضيف إلى اللوك لكن في اللين الأساس إيه فيطلع ناتج واحد. فهنا لو جاني دالة تكامل يو شرطة على يو دي إكس وش يساوي؟ لين اليو داخل القيمة المطلقة. ليش؟ لأنه دائما موجب زائدا. هنا في مشكلة في القانون هذا، كيف تميز هل هو لن ولا لا؟ لأنه ممكن قسمة عادية تقسمهم على بعض وتبسطهم وتكملهم عادي مو لن. كيف تعرف أنه لن؟ أول شيء تشوف إذا عندك بسط ومقام، تفرض البسط الدالة المقام الدالة الأصلية وشوف هل مشتقة في البسط؟ إذا كان مشتقة في البسط فهي لن. إذا ما اشتقة ما هي في البسط، هل يمكن أخلي مشتقة بحاصل ضرب عدد أو شيء وأجعلها مشتقة ثم أكاملها بلن؟ أوكي. إذا ما نفعت معها معناتها حاصل قسمة دالتين، تقسمهم قسمة مطولة وتطلع ناتج القسمة بعدين كاملة. خلاص؟ إذا اللن ما يدل لك أن لن زي هنا تشوف دالة أسية واضحة. شوف دالة مثلثية واضحة، هذه حاصل قسمة دالتين. طيب هل تكاملها لن ولا دالة عادية عبارة عن قسمة؟ هذه أنت شوف إذا البسط إذا المقام مشتقة في البسط إذا هذه لن. إذا ما هي مشتقة في البسط لكن يمكن إيجادها بطريقة رياضية بحاصل ضرب عدد معين إذا أوكي أوجدها وبعدين كاملها على أنها لن. إذا ما يمكن معناتها حاصل قسمة دالتين، سوي لها قسمة بعدين تكمل. وكذا خلصنا. الحين بناخذ اكسرسايز على هذه ونخلص المراجعة. طبعا مراجعة سريعة مختصرة جدا، يعني منهج كامل في الدبلوم، فاحنا حاولنا نختصره بقدر المستطاع، نحط أمثلة بسيطة. أنت تقدر تاخذ بس القوانين والفكرة وتطلع أكثر على مراجع عن طريق النت على أمثلة كثيرة. طيب آخر شيء إكسرسايز.
هذه دالة أسية، الأساس عدد والأس إيش دالة. كيف نكملها؟ وش تكامل الدالة الأسية؟ القانون موجود الدالة الأسية على لن الأساس زائد سي. بس هل أقدر أكملها بالشكل هذا؟ لازم يكون عندي مشتقة الأس. كم مشتقة الأس؟ 2x زائد 1 2. فأروح أضرب في 2 وأقسم على 2 أول شيء قبل ما أكمل. 2 تحت وليس في المقام. الأس 2 في 2x زائد 1 dx. الآن أقدر أكامل؟ أقدر أكامل خلاص. هذه الدالة الأسية وهذه مشتقتها، نوضح الاكس اللي هنا. هذه الدالة الأسية وهذه مشتقة الأس. إذا وش التكامل؟ لا تنسى العدد الثابت هذا، يصير نص في الدالة زي ما هي 2 في 2 اكس زائد 1 على لن ايش؟ الأساس اللي لن الاثنين زائدا سي. تكامل هي أس 4 إكس. ليش يحتاج؟ لأن الأس موجود. راح أضرب في 4 نقسم على 4. نحاول نقسم في المكان فيصير تكامل. نقسم على 4 ونضرب في 4 اي اس 4 اكس دي اكس. الان اقدر اكامل صحيح. الربع تنزل زي ما هي اي اس 4 اكس زائد 6. تكاملها داله زي ما هي بس بشرط انه مشتقه الاس موجود. تكامل واحد على اكس. مش فهم الحين قلنا اذا صار في بسط ومقام افرض ايش؟ الداله الاصليه في المقام. الاكس كم مشتقه الاكس؟ واحد اللي في البسط. اذا صح ولا لا؟ صح. طيب لو هنا ما هو واحد ما هو صحيح. احاول اني اضرب بعدد معين، إذا أمكن أن أوجد مشتقة الدالة اللي في المقام مشتقتها في البسط أوكي. ما أمكن إذا ما هي لها علاقة باللن. الحين هل هي لن ولا ما هي لن؟ لن. لأنها دالة ومشتقتها في البسط. فيصير يساوي لن لن ايش؟ لن اكس زائد سي. وركزوا لي على اللن سواء في الاشتقاق أو في التفاضل والإي. لأن كثير تقابلنا سواء في الاشتقاق أو التفاضل تقابلنا كثير في المعادلات التفاضلية. حاول يا أستاذ ما راح تقابل معها ما تسلم معها خلاص واضح؟ طبعا زي ما قلت لكم راجعنا التفاضل التكامل. ليس مطلوب منكم من هذه الأشياء أن ما راح أعطيك أسئلة لا في التفاضل ولا التكامل لأن منهجكم ما له علاقة بالتفاضل التكامل. منهجكم هو المعادلات التفاضلية. المعادلات التفاضلية علشان تقدر تحلها لازم تعرف التفاضل والتكامل 100%. طيب احنا عارفين انكم اخذين دبلوم وبعضكم مطول من اخذ الدبلوم او نسي، فحنا حاولنا نراجع بشكل سريع. طبعا مادة كاملة اخذتها خلال الدبلوم صعب انك تراجعها في ثلاث محاضرات، لكن حاولنا نختصر بقدر المستطاع وسجلنا المحاضرات من اجل برضه ترجعون عليها. وأنت تقدر تدرب أكثر، أنت أخذت الأساسيات وتقدر تأخذ أمثلة أكثر عن طريق مراجع عن طريق الإنترنت أو ترجع لمذكرة الدبلوم إذا هي باقي عندك وتأخذ أمثلة أكثر عشان تستعد للمحاضرة الجاية. المحاضرة الجاية المعادلات التفاضلية تعتمد 100% على التفاضل والتكامل. إذا تعرفها راح تكون باب سهل جدا. إذا ما تعرف تفاضل والتكامل ما راح تفهم ولا شيء. أي سؤال يا شباب؟ الله يحفظك. نراكم المحاضرة الجاية. مع السلامة.